السلام عليكم. السلام على سماحة الشيخ الكريم. وعليكم السلام. أنا أردت أسأل منكم حول مصر، لأن طبعا مصر لها دورها المهم في الأمة العربية، إذا يعنينا نحن العرب والمسلمون مسائل مصر الداخلية والخارجية. أما عندي سؤال بالنسبة للحكم عن طريق الإسلام، يعني طبعا نريد نحن الإسلام، يعني إسلام يحرم شرب الخمر، وإسلام يحرم الفساد، وإسلام يحرم الدكتاتورية، ولا نريد إسلام شاربين الخمر أو آتين الزنا والفاحشة والظلم. فما رأيكم مثل هؤلاء الحكام، مثل أمير قطر وبنته وملك عبد الله السعودي؟ شكرا جزيلا. فؤاد محمد من إيران. الحكم عن طريق الإسلام حكم يحرم شرب الخمر والاقتتال والفتنة. نعم. حكم عن طريق الإسلام. أيوة. يعني ما ضوابط هذا الحكم الذي يدعو إليه الإسلام ويدعو إلى تحريم الخمر، إلى الاقتتال، إلى الفتنة؟ وإذا الفتنة لم أس